ده الطبق بتاعنا يا جماعة بتاع الليلة. سمك فيليه محمر معه طبق بتاع رز بالكاري وسلطة. ده السايد ديش بتاعه. افتح لكم السمك من جوا، شايفين المنظر؟ شايفين السمك؟ شايفين السمك من جوا جميل كيف؟ من برا مقرمش ومن برا مقرمش ومن جوا طري. سمك مبالغة، شايفين السمك؟ خلوكم معي عشان اوريكم الريسبي بتاعه من البداية لحد النهاية. ما تنسوا اللايك والسبسكرايب. طيب مرحبا بكم تاني في اي دي واو كيتشن. الليلة انا جايكم بسمك بولتي فيليه، لكن في البداية نبدأ لكم بالانجريدينتس حقي. عندي هنا كيلو بتاع سمك فيليه نظيف مغسل وجاهز. عندي هنا حوالي 6 فص بتاع توم كبير. عندي هنا ليمون حوالي 5 ليمونات كبار بتاع بحار سمك. عندنا كاري، عندنا كزبرة، ملح، فلفل أسود. طيب هنجيب الليمون بتاعنا نحطه في التوم. هننزل البحار بتاعنا كله الخمسة، هننزله كله مع بعض، هنلخبطهم كله مع بعض. هننزله سهلة وسريعة. هنجيب السمك بتاعنا نحطه في التتبيلة كده. ده سمك بولتي فيليه يا جماعة، أنا جايبهم كده شوية كبار وقطعتهم أنا على حسب. وبعد ذاك لازم نحطه في تلاجة لمدة 3 أو 4 ساعات، أو ممكن تعمليه بالليل وتحطوه في التلاجة بعدك تجي شنو تحمريه تاني يوم. كده طبلنا السمك بتاعنا الفيليه كله، هنيجي نغطيه بالفويل. هنغطيه كده، ضبطناه بالفويل كده يا جماعة. هنحطه في التلاجة يقعد لمدة 3 4 ساعات 5 ساعات. طيب السمك بتاعنا كده جاهز، قاعد في التلاجة تقريبا 4 ساعات. عندنا هنا ده الخلطة النهائي للسمك بتاعنا. عندنا هنا البهارات اللي هنعمل به الخلطة. عندنا هنا البهار بتاع السمك، فلفل اسود وملح. عندنا هنا دقيق، وعندنا هنا بيضة، وعندنا هنا كوباية الا ربع بتاع موية. الدقيق بتاعنا هننزله، البهارات بتاعنا ده كله مع بعض. هننزل البيض، نديه شوية موية ونلخبط. شايفين لون الخلطة؟ كده الخلطة بتاعنا خلاص كده جاهز. هننزل السمك. طيب كده الزيت بتاعنا سخن والتتبيلة بتاعنا هنا جاهز. هننزل واحد واحد زي ما شايفين. الزيت يا جماعة ما يكون سخن شديد، يكون وسط زي ما شايفين. ده الفيليه بتاعنا، انا جنبه عامل سلطه مشكل، وبيجي ده السايد ديش بتاعه، وعامل رز بالكاري. ده كله السايد ديش بتاعه. السمك في الطبق عشان اوريكم شكل الطبق كيف. ده السلطة بتاعنا نحطه جنب السمك والرز. ما تنسوا اللايك والسبسكرايب. بالهنا والشفا.